رغم بلوغها أعلى مستوى لها منذ 2016، إلا أن التحويلات المالية للجزائريين المقيمين بالخارج تبقى جد ضعيفة، ولا تشكل سوى 0.8% من الدخل الإجمالي الخام، حيث لم تتجاوز 1.8 مليار دولار سنة 2023 مقابل 1.7 مليار دولار سنة 2022، حسب تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان موجز الهجرة والتنمية جوان 2024. بعيدا عن الأحكام الجاهزة، هناك أسباب موضوعية تجعل الجزائريين المقيمين بالخارج يترددون في إرسال أموالهم إلى الداخل. أولا، من الناحية التشريعية والقانونية، قانون المالية يفرض قيود على دخول العملة إلى الجزائر. النقطة الثانية هي المنظومة البنكية المهترئة والمتأخرة جدا عندنا في الجزائر، ولذلك نحن نحتاج إلى ثورة حقيقية لإعادة النظر في النظام البنك، نظام بنك الجزائر الذي يعني يتصرف بعقلية السبعينات. أعداد الجزائريين المتواجدين بالخارج يقدر بالملايين، لكن نسبة تحويل أموالهم تبقى جد ضعيفة. أسباب عديدة على رأسها عدم مواكبة نظامنا المالي والمصرفي للتغيرات، ما يستلزم إصلاحات جذرية للانفتاح أكثر فأكثر على العالم. اعتقادي وتقديري أن هذه الالتفاتة وهذا الاهتمام من الجزائر بالجالية سوف يؤدي حتما إلى الرفع من مستوى أو من حجم التحويلات. أعتقد اعتقادا راسخا أن الأمور تسير في سياقها الحقيقي والأساسي، بحيث عندما نستطيع استرجاع الثقة ونجعل ونمد من التحفيزات ما يجعل الجالية الجزائرية تفكر تفكيرا سليما في المساهمة في بناء الاقتصاد الجزائري. في وقت تجاوزت قيمة التحويلات المالية عالميا قيمة الاستثمارات الأجنبية، لا يزال أفراد جالياتنا المقيمين بالخارج يبحثون عن حلول بديلة لإدخال بعض اليوروهات والدولارات دون تعقيدات النظام المصرفي، ثم في المقابل يتجهون لصرفها في السوق الموازية.